منو عنده سؤال ما واضح عيد الغياب هاي المسائل، لان هاي دائما تجي بالامتحان. هذه عليه يعني اذا اربع اسئله هاي واحده من الاربعه. اذا الامتحان اربع اسئله هاي المسائل هي واحده من الاربعه. انتبه على انا من خلال ملاحظتي الوحدات يغلط بيها، يعني هنا أنا يقسم على 100، هو من ليم يقسم على 100 يصير 1.1، هاي غلط. كل المسألة تصير غلط يعني رأسا تقسم عليه. وأيضا هاي مثل ما قلت لكم الدي اللي هي البور، مو هذا مو ستروك، الستروك اللي هو ال، البور يعني دياميتر يعني قطر، هذا الدياميتر. فخلي الدي هنا اللي هي البور، والتربيع لا تنسوه تحطه بين قوسين وتخلي 0.11 على المتر، مو تخلي هاي ال 110 وتربعها تضرب. هاي مساحة دائرة يعني هاي معروفة ما بيها كل شيء، وتطبق القانون. أذن انتبه أيضا دائما الانديكيتد هي أعلاهم، الانديكيتد هي عبارة عن الفريكشن زائد البريك، من ننقل واحد من طرف إلى آخر الإشارة ما تتغير صح لو لا. فهذه حخلوها ببالكم، وهذا خلي الكفاءة الميكانيكية عبارة عن البريك على الانديكيتد مو بالعكس، الأصغر على الأكبر، وتضربها في 100. يعني هنا إذا تتقسم هذا الأصغر على الأكبر راح تطلع لك 0.89، تضربها في 100 تصير 89، وتخلي هاي العلامة بالمية. كل وحدة لاحظ أنا أخلي وحدات، انتبه تخلي الوحدات من تحط تحل المسائل. أكو سؤال بعد حتى ننتقل لموضوع آخر؟ ماكو سؤال؟ أنتظركم. لا دكتور ماكو. يلا يعني هسه نروح على موضوع آخر حتى نخلص اليوم هاي المحاضرة. هذا النين أيضا نوبات تجيك فرع، احكي لي أو شلون تعمل المحرك السيارة أو المحرك احتراق الداخلي. المحركات احتراق الداخلي بها أربع أشواط، اللي هو الانتيك ستروك، حفظوها وكتبوها هاي الانتيك ستروك، راح نجي عليها بالتفصيل هسه واحد واحد. ورا الانتيك يعني من منزل مكبس للأسفل ينفتح صمام السحب، هاي ما أخذيته بالأول، هذا يسموه انتيك فالف صمام الدخول، وهذا الاسطوانة هنا داخله، فحيدخلش الخليط هسه حيدخل الى من ينزل للاسفل. شو يصير هنا للضغط؟ يصير اقل من الضغط الجوي، فيندفع او يندفع الخليط الى داخل الاسطوانة. هذا الانتيك ستروك. الكومبريشن ستروك اللي وراها ورا هذا شنو يجي الكومبريشن هذا. طبعا هسه حاجة عليها واحدة واحدة. بالكومبريشن المكبس يصير بيبدي يصعد لأعلى، الصمامات شبيهة يناتن كلوز، لاحظ بالب كلوز. إذا هسه هاي لاحظ بهاي هذه نزلته من الأعلى إلى الأسفل، هاي نص دورة للكرين، وصعدت من الأسفل إلى الأعلى هاي نص دورة أخرى لك، فصارت دورة واحدة. إحنا عندنا بس شوطين اللي هو الانتي والكومبريشن. النهاية شوط هنا الكومبريشن، ضغطت هذا الخليط والصمامات مسدودة، من أضغط بالمكبس على هواء، من أضغط عليه راح يصير احتكاك بين جزيئات الوقود والهواء الموجود، محصور هذا ما يطلع، فترتفع درجة حرارته، وهنا تجي شرارة من ال تجي شرارة بعدين نهاية شوط الضغط هذه من البلاك راح تحرق الخليط، يصير عندي احتراق اللي هو يسمونه الإجنيشن. هنا راح يجي عندي يصير باور، هنا هو اللي هو شوط القدرة، هو اللي راح يسبب لي الضغط الفعال اللي قلت لكم عليه، راح يضغط هنا على سطح المكبس ويسوي لي القدره اللي نحصل عليها، وتروح للكرنك ومن الكرنك للفلاوي. زين، هنا صار عندي هسه ورا ما صار احتراق
هنا حيصير احتراق، حينزل المكبس مرة أخرى إلى الأسفل، فصار عندي نص دورة، فصار دورة ونص. فالغازات الناتجة من الاحتراق لازم أتخلص منها، فيصعد مرة أخرى المكبس إلى الأعلى، ينفتح صمام العادم وتخرج الغازات إلى الخارج. هاي هي الدورة مال احتراق في internal combustion engine. intake stroke أول مرة، بعدين compression، بعدين power stroke، والأخير اللي هو exhaust stroke. نجي على هذا هسه، أول واحد اللي هو intake stroke. شباب intake stroke مش أريد منك هاي، من تيجي تشرح لي هذا تكتب العفو، تكتب الانتيك ستروك، ترسم هذا الرسم، رسم مخطط بسيط، ترسم الصمامين ذني، وتخلي ايضا هاي فد علامة او فد علامة اللي هو البلاك، او اذا ديزل شو نحط؟ نحط نوزل، ماكو بلاك بالديزل. وهذا المكبس ايضا ترسمه وفد ذراع وياه، و يعني رسم مبسط لهذا. نرجع بس على هالجزء هذا اللي هو الانتيك ستروك، شو تقول لي تبي؟ تقول لي اولا بيستم موف داون، لاحظ يعني البيستم يتحرك الى الاسفل، هاي باول واحد. انتيك فالف اوبن، صح لو لا؟ حتى يدخل الخليط. الاكزوز فالف ايش بيه؟ كلوز. هاي لازم شروط ال المكبس ال moves from top dead center to bottom dead center. هاي بس تكتب لي هاي، هذا بالشوط الأول اللي هو ال intake stroke. المكسشر ثالث يا هو ثالث واحد ثالث نص نكتب هذا إيه؟ هذا باور ستروك، شوط القدرة. دكتور لا انت هسه من قاعد تشرح قد الثالثين. اول وحدة قلنا piston moves from، ثالث وحدة piston moves from top dead center، من النقطة الميتة العليا to bottom dead center، الى النقطة الميتة السفلى. شوفها هاي هنا أنا اخذتوها لو ما اخذتوها؟ ليه اخذناه؟ اي فهو يتحرك هذا المجال حركته من التوب دي سنتر الى، ما يقدر يتحرك اكثر، الفراغ اللي يبقى فوقه شو نسميه؟ يعني من يوصل اعلى نقطه واكو يبقى فراغ نسميه الكليرنس فوليوم، اذا تتذكرون من طلعت الكومبريشن ريشيو، هي الحجم المتبقي نسميه الكليرنس فوليوم. التوتال فوليوم هو عبارة عن هسه من تحسب الـ VS اللي هو السويبت فوليوم، عبارة عن الستروك هذا في المساحة هاي، يطلع لك الحجم هذا اللي يتحرك من التوب ديس سنتر إلى الباتوم ديس سنتر. أول شوط قلنا عليه شوط الانتيك، شو انتيك ستروك، الانتيك ستروك piston move down from top dead center to bottom dead center، يعني يتجه للأسفل down downward، اتجاه الحركة downward. intake valve open، تقولي intake valve open هذا موجود، intake valve open the ignition engine، يعني إذا كان محرك احتراق داخلي يشتغل بالشرارة، يعني بنزين نقول عليه محرك بنزين، الشحنة الداخلة هي عبارة عن air زائدا fuel، مزيج خليط هواء ووقود. هذا شوف الأزرق وأحمر، الأزرق هواء والأحمر خلينا نقول عليه وقود. فهنا لاحظ إذا كان المحرك ديزل شنو هي الشحنة الداخلة؟ من يقدر يقول لي إذا محرك ديزل؟ شباب إذا محرك ديزل شنو الشحنة الداخلة بشوط السحب؟ هتوها بالأول
انت وياي لو لا؟ حركات الديزل only air، فقط هواء ما يدخل وقود. سحب بنزين، هاي بنزين هذا المحرك، لان اكو بليك في شوط السحب. من ينفتح صمام السحب، هذا صمام سحب، من ينزل المكبس الى الاسفل ينفتح صمام سحب، راح يدخل هواء وقود جاي من الكابريتر. طبعا اكو الكابريتر اللي هي المبخرة تخلطه ويدخل هنا. اذا اول شوط التشارج هو عبارة عن ميكسشر، خليط اير زائد فيول. البيستون موف داونورد، يتحرك من اسفل من توب دي سنتر تو بوتوم دي سنتر. الانتيك فالف اوبن، الاكزوز فالف كلوزد. هاي ثلاث اربع نقاط فقط، هذا شوط الانتيك. الكومبريشن، الكومبريشن ستروك بيستون موف ذا ابورد، يعني ابورد من بالعكس هسه من البوتوم دي سنتر تو توب دي سنتر. الانتيك فالف اند اكزوست فالف ار كلوزد، مغلقات اثنينات مسدودات ما يصير مفتوح. اوكي اذا بيستن موفت، حتى شوف حتى تاشر بيه السهم هذا موجود، يبين لك انه المست بيستن يتحرك الى الاعلى، الشحنه تنضغط والصمامين عفوا الصمامين مسدودات. وصلنا النهايه، وصلنا الى حد معين توب دي سنتر او قبلها بشويه، راح تجيني هنا شراره من البليك. اذا عندك خليط وانضغط وهواء وقود مضغوطات حيل وسخن، فمن تجي شراره من البليك شو راح تسوي؟ حيصير انفجار، يصير احتراق للوقود هنا، وهذا الاحتراق يسبب يعطي ضغط اليمن على على المكبس هذا من الاعلى، يسبب ضغط هنا على المكبس اللي هو قلنا عليه المين افكتيف بريشر، هذا حيضغط على المكبس. وين ينزله؟ ينزله للاسفل من التوب دي سنتر الى الباتم دي سنتر. اذا بال باور ستروك بيستن موف داون وورد، انتيك فالف والاكزوست فالف كلوز، اثنيناتهم مسدوده، باقيات مسدوده. واضح؟ الشوط الاخير اللي هو الاكزوز فالف، هنا الانتيك فالف كلوز، الاكزوز فالف اوبن، حتى تخرج الغازات المحترقه، حتى لونها شوف راح الاحمر والازرق صارت على شكل رمادي. هاي غازات مال احتراق اللي هي تطلع من الصالنصه بالسياره، اذا شايفين الصالنصه بالاخير هاي من هناك تطلع الغازات الناتجه من الاحتراق. اذا بيستن موف ابورد، راح يتحرك للاعلى، الانتيك فالف كلوزد، اكزوست فالف اوبن، وتطلع الغازات من. بهالحاله كملنا دورتين لعمود المرفق، هاي نص دوره وهاي نص وهذه نص وهذه نص، فصار عندي دورتين. يلا حصلت على شوط قدرة واحد، هذا هو شوط القدرة، حصلت بدورتين لعمود المرفق. لذلك بالإنديكيتد باور أقسم عدد الدورات على اثنين، اللي حصلت على شوط قدرة لدورتين في عمود المرفق. هذا الشرح مالتهم، هياته موجود، وهسه حراويكم فيلم عن هذه شلون تتم العملية. خلينا نشوفه موجود، موجود هذا. أخذت له الوانجل؟ ما أخذت بعد، هذا محرك، هذا هسه بدي أحكيكم عليه. لاحظ عليه، لاحظوا شباب، خلينا نقلل السرعة شوية حتى بالبطيء يشوفوه.
لاحظ وينه؟ هذا صمام السحب، هذا صمام السحب، هسه نزل فتح، هسه دخل خليط، صعد ضغطه، اجت شراره من الفليك، احترق، وبالتالي راح يطلع الى العادم. هاي العمليه طبعا اكو اليه لفتح وغلق الصمامات، راح نجي عليها بعدين. راح اكو اليه معينه هاي الصمامات شلون تنفتح وتغلق بكيفها، اكو اليه معينه لها. نحط ابطأ شيء، لاحظ صوت السحب هسه، دخل خليط، صمام السحب مفتوح والعادم مغلق. هسه شوط الضغط، انضغط الهواء هنا راح تجي شراره من الفليك، حرقت الخليط، نزل المكبس الى الاسفل، وبالتالي لازم اتخلص من الغازات، راح ينفتح صمام العادم وتخرج الغازات الى الخارج. طبعا هنا اكو بطاريه واكو كويل حتى يعطيني الشراره للفليك هنا. وطبعا هسه بالسيارات الحديثه تختلف هاي الامور، راح نحكيكم على مبدأ، بعدين نجيكم على منظومات الاشتعال. هاي واحد، هسه فورس تروك واضحه، هاي بالبنزين، راح اراويك الديزل، اراويكم الديزل شلون تتم العمليه. هذا الديزل، لاحظ بالديزل ماكو هذيش الكهربائيات، ماكو بليك، اكو نوزل، هذا نوزل، نفس العمليه، نفس مبدا نفسه. لاحظ ينزل هسه هنا نبدي من البدايه، بس هنا وقود احترق، راح الغازات راح تطلع من العادم بشوط. هسه اول شوط شنو عندنا؟ الانتيك، راح ينفتح صمام، راح ينفتح صمام السحب، يدخل بس هواء، انغلق الصمام، راح ينضغط الهواء هنا، ينضغط الهواء، يسخن الى ان يجي غاز منه، يخرج وقود ديزل من الانجكتر، وراح يحترق وينزل المكبس الى الاسفل بالاحتراق، وغازات العادم راح ينفتح صمام العادم وتخلص منه. هنا ما عندي لا شراره ولا هاي، هنا يسموه احتراق بالضغط، اللي هي كومبريشن اجنيشن انجن، اللي هي سي اي انجن. هنا ما عندي اي شراره، الاحتراق يتم عن طريق الضغط، ورا ما انضغط الهواء هنا راح تجي هنا ينضخ غاز، شفتوا هذا الازرق، واحترق راسا لان اكو هواء مضغوط وساخن، وبالتالي تسبب لي ضغط على على المكبس، والعادم اتخلص منه بعد ما ينفتح صمام. من يسيطر لي على فتح وغلق الصمامات؟ هذا الكامشف، تشوفون هاي الكامه تدور، هاي تدور ويا دوران مرتبطه ويا الكرنك عن طريق اما تعشيق مباشر او عن طريق سلسله. هذا الفورس تروك، ما تعبتوا طالبات؟ واضح الامور؟ اوكي نستمر نكمل. فهنا عندكم انتم، هاي طبعا اعطيكم اياها احنا بالباور ستروك، هنا اسويها شرح هيجي، احنا مثل ما نقاط، اولا بيستن، خلينا نجي على اول شوط اللي هو الانتيك. ذا بيستن ستارت تو توب اوف ذا سلندر اند موف داون وورد، تقدر راسا تقول ذا بيستن موفز، تختصرها بيستن موفز داون وورد، ورقم واحد تكتب اولا. انتيك ثانيا، ذا انتيك فالف اوبن، ليش؟ allowing يسمح a fresh charge of mixed fuel and air into cylinder، يعني يسمح بدخول خليط او الشحنه من الهواء الى الاسطوانه. هاي بس هذين اذا تكتبهن كاف بالانتيك ستروك، بيستن موف داونورد، وتكتب لي الانتيك فالف اوبنز allowing، مو حتى ما اريد عمي لها، بس بيستن والاكزوز فالف كلوزد. نقطة ثالثة الكومبريشن، وننتبه على التسلسل، ورا الانتيك شو يصير؟ لازم كومبريشن، يصير ضغط بالكومبريشن،
البستن موف ابورد على الاعلى والانتيك فالف والاكزوست فالف كلوز هاي هاي كافي علينا. الباور ستروك بالباور ستروك هسه حنشوف الباور ستروك البستن موف داون وورد وايضا مستمرات دني مغلقات الانتيك والاكزوست فالف. الاكزوست ستروك اللي هو لازم نتخلص بستن موف ابورد والاكزوست فالف اوبن طبعا هنا اقول لك الاكزوست فالف اوبن اون ذا بير الغازات المحترقه تجبر ان تخرج الى خارج الاسطوانه لازم نتخلص من الغازات. هذا كل ما يتعلق بالفور ستروك اس اي انجن. شوف هنا يقول اس اي يعني شنو اس اي شباب؟ يعني سبارك اجنيشن يعني محركات اللي تحت بالشراره اللي هي محركات البنزين او الغاز. واللي سي اي اذا قلنا سي اي هي الكومبريشن اجنيشن اللي هي محركات الديزل. نعم هسه بالفورس تروك اكو سؤال؟ اكو شيء ما واضح بالفورس تروك؟ لا دكتور كله واضح. اوكي احنا ايش قد الحضور ويانا اليوم؟ بالتو ستروك شوي انتبهوا علي هنا هذا كلش بسيط ولكن يراد ركز وياي. التو ستروك احنا قلنا ايش كم دوره هناك للكرينك؟ يلا صار عندي شوط قدره دورتين للكرينك يعني الدوره الواحده كم درجه؟ 360 و 360 ايش قد تصير؟ 720 درجه هنا. بينما بالتو ستروك كل شوطين يصيرن بنص دوره للكرينك يعني هذا الكرينك تشوفه هذا الكرينك هذا يدور دوره نص دوره يصير عندي شوطين بوقت واحد. يعني بعض المهندسين اخترعوا يقول لك ليش اني دا اخسر خلي اقلل الحجم اقلل بعض الشغلات شالوا الصمامات. لاحظ هنا ماكو عندنا صمامات عندنا فتحات لاحظ هنا بس فتحات ماكو صمام هذا اذا ما خطط عليه ماكو صمامات بس فتحات هنا زين ماكو تبريد مائي هذا تبريد هوائي. لاحظ هاي الزعانف اللي حول الاسطوانه هاي زعانف حتى الحراره اللي تصير هنا تنقل هاي الزعانف وتروح خارج المحرك. زين شلون تتم العمليه لعد هنا يقول كل شوطين يصيرن بوقت واحد شلون؟ لما ينزل او خلينا نقول لما يصعد المكبس الى الاعلى من يصعد المكبس الى الاعلى يسد هاي الفتحه ويسد هاي الفتحه. هاي فتحه يسموها فتحه التحويل اللي هي الترانسفير بورت مغلقه وهذه الفتحه اللي منها هي الاكزوز فتحه العادم واضح. وايضا عندي فتحه اخرى للدخول مال شلون لازم عندي فتحه دخول هاي فتحه اخرى. من يصعد المكبس الى الاعلى اسفل المكبس يصير عندي تخلخل بالضغط فالضغط الخارجي اعلى من الضغط هذا الداخلي فيجي الخليط يدخل اسفل المكبس هنا صار اكثر فصار عندي شنو بهالحاله شو اسمي هذا اسميه شو سحب. وبنفس الوقت اكو شحنه اعلى المكبس انا ضغطتها شو اسميها؟ ها شباب شوطل ضغط فصار عندي سحب وضغط واضح؟ بهالحاله نعم نعم واضح اوكي هنا اذا يقول لك the piston move up يعني نسوي هاي شكل نقاط المكبس يتحرك الى الاعلى الانتيك بورت اوبن هاي فتحه نسميها فتحه ما نقول عليها بعد فالف نقول بورت فتحه الانتيك بورت اوبن تنفتح هاي الفتحه حتى تسمح
للتشارج اللي هي شحنة بالدخول للأسفل المكبس down the piston. transfer port close هاي اللي transfer port close. والإكزوز بورت شبيهة هم كلوزد منو سدهن الجدار مال المكبس ده هذا جدار منه وهذا جدار هذا يعني الحافة مال المكبس سدت الفتحات اثنينات سدت الإكزوز وسدت الترانسفير صارت هنا جو المكبس بس صعد لي فوق بس صعد المكبس لي فوق دخل هواء وخليط من هواء وقود إلى أسفل المكبس هنا هاي أول عملية صار عندي ضغط وصار عندي سحب زين بهالحالة المكبس راح تجي شرارة من البلاك شو حيصير عندي راح يصير عندي شوط قدرة وينزل المكبس من يبدي ينزل المكبس للأسفل من يحترق هنا راح يصير احتراق راح يبدي ينزل المكبس إلى الأسفل راح تنكشف هاي الفتحة من ينزل هذا إلى الأسفل راح يسبب ضغط على هذا الصمام باتجاه واحد من يصير عندي يعني يسمح بالدخول ومن أسلط عليه ضغط راح ينغلق راح الضغط اللي راح يصير أسفل المكبس راح يصير صمام الدخول وبالتالي راح ياخذ الخليط طريقه من فتحه الترانسفير راح تجي هنا الشحنه بصارت عندي هنا قدره وعادم نعم منو تكلم فبهالحاله بهاي المحركات جزء من هاي الشحنة راح تروح ويا الإكزوز حرامات يعني خسارة جزء من عدها لذلك لاحظوا المكبس شو مسوين بيه مسوين بيه مثل التحدب بالأعلى مالته شوف المكبس مو مثل ذاك بالفورس تروك كان عدل هنا مسوين مثل التحدب بيه هذا التحدب شنو حتى يسوي يوجه الشحنة للأعلى لا تطلع رأسا ويا الإكزوز ولو تطلع جزء من عدها ولكن يقلل أقل عدد ممكن طبعا هذا بهالحركة هاي راح يتحرك الخليط إلى الأعلى أو يشغل هذا المكان وبنفس الوقت بهذا الدفعة مالته للأعلى راح يساعد بطرد أيضا الغازات مال العادم اللي نتجت من الاحتراق بالشوط السابق واضح له لا فإذا بهالحالة صار عندي قدرة وعادم منه بشوط واحد أو عفو بستروك واحد بنزلة واحدة للمكبس إذا نشوف شنو السكند ستروك باور زائدا إكزوز إحنا بالشوط الأول كان سكشن أو الانتيك زائدا كومبريشن هذا كان عندنا انتيك منه وصار عندنا كومبريشن بالأعلى المكبس وين كان أبورد هسه هنا The piston moved down. حرك للأسفل هي تتحرك للأسفل. من يتحرك للأسفل الترانسفير بورت شو يصير بيها؟ open راح تنكشف لأن الجدار نزل مال المكبس سمح لها ظهرت وأيضا الإكزوز بورت أيضا open والترانسفير open فكلهم راح ينفتحن وبالتالي راح يصير عندي شوط قدرة وشوط عادم بهالحالة. هاي أبسط يعني بسطناها بهذه النقاط أربع نقاط وهنا ثلاث نقاط تقدر تضيف إياها أنت وما عندنا كل مشكلة. راح أرويكم الرسم أو العفو فيلم شلون تتم العملية لهذا النوع من المحركات. هذا قلنا وهنا هاي الفور ستروك الديزل نروح على التو ستروك هذا تو ستروك
هذا تو ستروك. كفو علي على كيف، خلينا نبطئ شوي، هذا سريع. لاحظ هاي الفتحه قلنا عليها مال الدخول، هذه سميناها الترانسفير منها، لاحظ. وهذا الاكزوز، اثناء صعود المكبس الى الاعلى شو يصير؟ ينضغط الخليطيات، ومن هنا راح ينفتح، هذا تنفتح، يدخل خليط جديد اسفل المكبس. اثناء النزول هاي تنسد، تنكشف هاي الفتحه، ولاحظ هاي التحدب الموجود اعلى المكبس راح يسمح ب ما يسمح ب خروج دايركت مباشره من الفتحه. لو لاحظ هسه عندك هاي ابسط، يعني بسطناها بهذه النقاط، اربع نقاط، وهنا ثلاث نقاط تقدر تضيف اياها انت، وما عندنا كل مشكله. راح اراويكم الرسم او العفو فيلم شلون تتم العمليه لهذا النوع من المحركات. هذا قلنا، شوف هنا هاي الفور ستروك الديزل، نروح على التو ستروك، هذا تو ستروك. هذا تو ستروك، شوفوا علي على كيف، خلينا نبطئ شوي، هذا سريع. لاحظ هاي الفتحه قلنا عليها مال الدخول، هذه سميناها الترانسفير منها، لاحظ. وهذا الاكزوز، اثناء صعود المكبس الى الاعلى شو يصير؟ ينضغط الخليطيات، ومن هنا راح ينفتح، هذا تنفتح، يدخل خليط جديد اسفل المكبس. اثناء النزول هاي تنسد، تنكشف هاي الفتحه، ولاحظ هاي التحدب الموجود اعلى المكبس راح يسمح ب ما يسمح بخروج دايركت مباشره من الفتحه. لو لاحظ هسه عندك، هسه هنا صار شوط قدره، وبنفس الوقت شوط عادم، بدات الغازات تطلع، اجتي شحنه جديده من اسفل المكبس، دفعت الغازات هاي الى الاعلى، وبدت تنضغط الشحنه اللي دخلت، وسخن، يجي شراره من البليك، هاي الشراره صار عندي شوط قدره. كلها هاي العمليه تمت بدوره واحده للاسطوانه. خاف تجيك مقارنه، خاف تجيك مقارنه بين الاثنين، هسه راح نجي عليها. لاحظ هاي الفتحه ايضا، من يصعد المكبس اعلى يصير التخلخل بالضغط، ينفتح هذا الصمام، ومن ينزل يغلق، الهواء راح يضغط عليه وبالتالي ينغلق. هاي العمليه راح نشوفها بالاسفل الشرح مالتها والصور. مثل ما قلت لكم، من يصعد المكبس الى الاعلى يدخل الخليط اسفل الاسطوانه او اسفل المكبس، وصار عندي ضغط، وصار عندي هاي الفتحه انسدت منه، ماكو بعد، ما تدخل غازات، اللي موجوده اعلى المكبس هي اللي راح تنضغط. الاكزوز انسدت ايضا، ما راح تخرج غازات، وبالتالي راح يصير عندي شوط سحب شحنة جديدة، وشوط ضغط للشحنة القبلية. بعدين من ينزل المكبس إلى الأسفل، نتيجة راح يصير عندي احتراق هنا، ينضغط هذا أثناء نزوله، هسه بعدها هذا يصير احتراق. هاي الفتحة ما مفتوحة، سادها الجدار، وهاي أيضا ما مفتوحة، سادها الجدار. يبدي يستمر بالنزول، يستمر بالنزول إلى أن تنكشف فتحة الإكزوز، وتدخل ايضا تنكشف فتحه الترانسفير. لاحظ هذا التحدب الموجود اعلى المكبس راح يدفع لي الهواء حتى ما يخرج مباشره من ناويه الاكزوز، لا، يعطي مجال يصعد الى الاعلى بين ما ينضغط اثناء صعود المكبس مره اخرى، راح يبدي ينضغط وتبدي دوره جديده. هاي كل العمليه تمت بدوره واحده، الاربع اشواط تمت بدوره واحده ل عمود المرفق، بينما بالفور ستروك تمت بدورتين. أراكم إياها كفيلم، لاحظتها هاي المحركات ثنائية الشوط اللي هي
بالماطور سكل موجودة، أو ذني المنشار الكهربائي موجود من هذا النوع من محركات البنزين اللي هي بهذا الترتيب. هنا المحرك اختصرنا هواي شغلات، ما عدنا أولا ما عدنا استخدمنا ماغنيت زين، أيضا بطارية ممكن يعني أكو تشتغل على الماغنيت بدون البطارية، وبنفس الوقت منظومة التبريد ما عندنا هنا بزعانف راح نخلي، ما عندنا مي وراديتر وهاي الأشياء. فهنا المحرك يكون أخف وزنا وأقل تكلفة، ولكن هو يعد يصير به خسائر لأن هو جزء من لاحظ هذا الوقود هسه اللي هسه مو نزل راح تنفتح هاي الفتحة هتدخل شحنة جديدة، هاي الشحنة لاحظ الأزرق جزء منها راح يخرج ويا الإكزوز، لاحظ جزء منها راح يخرج خسارة هذا اني خرج ويا الإكزوز، هاي يعني حرامات احنا وقود دا يروح. ولكن يعني انه ممكن يصير حجم اقل وحصل فيها ايضا، وهسه تطورت صارت ممكن احصل على قدرات جدا عالية من هذه النوع من المحركات. اكو سؤال شباب على التو ستروك والفور ستروك؟ ان شاء الله بنترجعون الى الكلية حراويكم، اذا الكليه حراويكم اياهن هذني موجودات عندنا بالورشه. بآليه معينه طبعا، لازم آليه معينه بحسابات معينه، وشوفون الكامات مال كام شيفت ما متساويه، يعني كل وحده باتجاه يختلف عن الاخر بزاويه مختلفه. اذا عفوا اذا عندكم سؤال بعد حتى نخرج الى موضوع اخر، من عنده سؤال على الفور ستروك والتو ستروك؟ انت بسطت لك اياها، هاني بس تكتب لي هاي نقاط كافي، المكبس وين اتجاهها يا فتح حتنفتح. هنا قلنا ايضا المكبس وين اتجاهها بالفور ستروك، ويا صمام مفتوح ويا صمام مغلق، واضح؟ يعني اسم الشوب تقول لي مثلا فيرست ستروك هو ساكشن وكمبريشن، شنو بيه المكبس داون وورد، يعني العفو المكبس اب وورد يعني صعد للاعلى، صعودا للاعلى شنو صار عندي؟ الانتيك بورت اوبن، الاكزوز بورت كلوز، والترانسفير بورت كلوز، هنا عندي ثلاث فتحات، واضح؟ هاي من يسيطر عليها؟ يسيطر عليها المكبس. نعم. اكو سؤال شباب؟ هاي هسه كل الحكي اللي حكيناه عن فور ستروك تو ستروك سويناه بمقارنه، سويناه كومباريزن، نوبات تجي فرع هاي بالامتحانات ايضا تجيك فرع. مقارنة بينات وان، طبعا هنا أنا وان باور ستروك، تنضاف كلمة باور، عندك شوط قدرة واحد فور افري تو، ايضا هاي باور. بالفور ستروك عندك شوط قدرة واحد لكل دورتين من عمود المرفق، أو ممكن أو شوط واحد لكل دورتين من عمود، لذلك عندك أنت حتى مو بس شوط قدرة، شوط واحد لكل دورتين، يعني ممكن هم صحيحة، عندي يحصل شوط واحد لكل دورتين من عمود، يعني شوط السحب دورتين يلا نعاد مرتله، واضح؟ إذا هم صحيحة ممكن، بس احنا خلينا نقول فور، هم اللي على الفور واللي هو يشمل كل، هاي خاف يجيك بالامتحان
بينما the power stroke for every one revolution of crankshaft. دورة واحدة أنا أحصل على power stroke، بينما هنا بدورتين أحصل لي على power stroke. واضح؟ هنا يقول لك small power for the cylinder volume، يعني أحصل على قدرة صغيرة من حجم الأسطوانة، بينما هنا مرة ونص أكبر، مرة ونص أكبر. هنا ما عندي خسائر قليلة أصير. valve mechanism عندي منظومة صمامات، بينما هنا عندي port and يعني بدلا من الصمامات. هنا اكو بورت، هنا اكو صمامات. معقده بالتركيب complicated construction، يراد لها راديتر ويراد لها بطاريه وديلكو دينامو وصمامات وكام شيفت، كلها هاي مكلفه ومعقده ويراد لها توقيتات، بينما هنا تكون simple construction كلش بسيطه بالتركيب. هاي اكسبنسيف كوست، تكون غاليه يعني مكلفه، بينما هاي تكون تشيب رخيصه لان مكوناتها كلش يعني قليله. ليتل فيول كونسبشن، صرفيات وقود قليله، هنا ما عندي خسائر بالوقود، بينما هنا عندي هاي اباوت يعني اكثر من عنده مره ونص او 15% فيول كونسبشن اكثر من ذيك. يعني التو ستروك تصرف وقود اكثر من الفور ستروك، واضح؟ ب 15%. ايزي ريموفال اوف اكزوست غازز، يعني هنا تخلص من غازات العادم بسهوله، هنا ديفيكولت اوف اكزوست غازز اصعب شويه. هاي يعني good durability، يعني دائما تكون نقول عليها شلون الترجمة العربية، نقول عليها تطول أكثر، عمرها أكبر من ما في ال أو تكون مستخدمة أكثر في، بينما الثوستروماتها تكون محدودة. هاي stability of operation، تكون مستقرة بالعمل، تشغيلها حتى ما بيها ضوضاء وما بيها يعني صوت خشن، بينما تكون low stability ما مستقرة of RPM. ممكن عندي مجال أغير بالسرعة المحرك، يعني هنا أنا ما عندي، هنا أنا قليلة أقدر أغير، عندي قابلية على التغيير بسرعة المحرك. هذين النقاط إن 10 أنا إذا تذكروا لي من عندها 7 أهم مقبل ممكن إذا أجيك بالامتحان. واضح؟ هذين يعني تنحفظ هاي الفور ستروك والتو ستروك. وأنت هي أكو بعد بعد نقاط، يعني little oil consumption يعني استهلاك الوقود، الزيت قليل، هنا أكثر زيت تصرف، لأن هنا إحنا الزيت راح نخطه ويا البنزين، لأن تزييته حيكون ذاتي هاي، وقسم من عندها أكو بيها ملاعق وترش، فهنا تصير عندها استهلاك بالدهن، دهن المحرك. Equipped with independent lubricating oil using a fuel high. طبعا هنا عندها منظومة تزييد مستقلة، بينما بالتو ستروك تكون منظومة التزييد ماكو منظومة تزييد، بينما الزيت يخبطوه ويا البنزين أو ويا الوقود وتزيت الأجزاء. ما عندنا يعني ما عندنا تراكمات او ترسبات بالكربون داخل السلندر، هاي حصير ب
ترسبات كربونية داخل السندر بتوس تراب. طبعا الاكزوز والسكشن يقول از نويزليس، قليل الضوضاء، بينما السكشن والاكزوز يكون بها صوت عالي، ذني الانواع من المحركات اللي بتوس تراب. هذني حوالي تقريبا نورمال كولينج. هنا مثلا شانس او اوفر هيت، يعني هنا تبريدها يكون طبيعي، هنا حيصير اكو فرصه لان يصير عندي تسخن هاي النوع من المحركات الثنائيه الشوط. وهذه المحركات الرباعيه الشوط تكون هيفي اند لارج، تكون ثقيله وحجمها كبير، بينما هاي تكون خفيفة وحجمها صغير. يعني هذني تقريبا 17، إذا ذكرتوا لي 10 من عندهن أني كلش كافي، يعني ما تحفظهن كلهن، بس 10 من عندهن. هاي بالنسبة للمقارنة بين الفور ستروك والتو ستروك، واضح؟ هاي الفور ستروك والتو ستروك، لاحظ هاي البورتات. طبعا هذه البورتات، هاي هنا السحب، شوف هاي منها، هاي الترانسفير وهاي الاكزوز، بينما هنا عندي هواء، هنا مي، هذا اللي تلاحظ هذا الازرق، هذا مي يصير بصف جدار الاسطوانه يسحب الحراره مع الاحتراق. وعندك صمامات وعندك فالفات والسبرنجات، لاني وهاي فتحات الدخول وفتحات العفو، هنا انابيب الدخول وانابيب الخروج. هاي كل هالعملية يكون هذا النوع أثقل من هذا، هذا يكون أبسط من هذا النوع من المحركات. الفقرة الأخيرة وننهي به محاضرتنا هي مقارنة بين محركات الديزل والبنزين، أيضا نوبات تجي بالامتحان. هاي التشكيل تقدر أنت تعدل. أول فقرة تقولوها اير، انا اول فقره تذكروها بها هو انه الشحنه الداخله بشوط السحب هي عباره عن اير بترول او اير فيول ميكستشر، عباره عن خليط من هواء ووقود، سكت يعني امتصاص ان ذا انجن سلندر ديورنج سكشن ستروك او انتيك ستروك. احنا سميناه انتيك، خلينا نقول عليه انتيك ستروك. يعني هنا اذا الخليط، هاي نوبات تجيك صح وخطا او اختيارات، بالانتيك ستروك اير فيول ميكستشر، اير فيول ميكستشر يعني هنا خليط هواء ووقود الساكت، يعني يدخل او يمتص داخل الاسطوانه، بينما هنا شنو بالديزل اونلي اير الساكت ديورينج سكشن ستروك او ديورينج خلينا نقول عليه انتيك ستروك، حتى نسمي نوحد التسميات نفس الشيء. واضح شباب؟ هاي انتبهوا عليه، هاي انتبهوا عليه، اونلي اير، اونلي اير هنا، بينما هاي خليها الاحمر، وهنا اير فيول ميكشر خليط، اير فيول ميكشر بالمحركات بنزين او سبارك بلاك از يوزد، نستخدم شمعات شراره او شمعات قدح، بينما هنا امبلوي ان انجكتر، عندنا حاقن يضخ الوقود. باور از برودوسد باي سبارك اجنيشن، الباور تنتج او القدره تنتج بشراره من البلاك، بينما هنا باور از برودوسد باي كومبريشن، هاي هنا كومبريشن اجنيشن نسميها سي اي انجن، هاي نسميها سبارك اجنيشن اللي هي اس اي انجن، واضح؟ بينما هذه الكومبريشن اجنيشن، هاي هنا ما
انا عندي بالضغط هو راح ويجي وقود راح تدي عندي الثيرمال افشنسي اب تو 25، الكفاءة الحرارية 25% اعلى من 25. الثيرمال هنا بالديزل اعلى، اعلى من 40% او تحاول توصل ل 40%. هذه تحتل مساحات صغيرة اصغر، يعني يكون يعني ما تاخذ حيز كبير، بينما محركات الديزل تاخذ occupies more space. هنا تكون مكلفة، more running cost، تكون مكلفة، هاي تكون أقل منها، أقل كلفة، وزنها خفيف، محركات البنزين light in weight، بينما تكون ثقيلة محركات الدي ان، عندنا compression، ولذلك تستخدم هي في التراك، في الشاحنات، وفي القطارات، وفي السفن، لأن هاي فيها قدرة نحصل عليها، وثيرمال افشنسي عالية مالتها. الوقود مال البنزين يكون أغلى، يعني كوست لاير هنا نسميه، أغلى من هنا يكون تشيبر، أرخص وقود الديزل. هذا يكون خطر بالاشتعال وقود البنزين، بينما وقود الديزل آمن شوية، أو بالتبخر، أو بال يعني يكون هنا أمين بهالحالة. يكون عندك pre ignition is not possible، هنا أنا بس عندك مش يقول عليه شو يسميه اشتعال مبكر، أحيانا يصير عندك بالمحرك، خاصة في محركات البنزين إذا أكو ديبوسيت ترسبات كربونية، يصير مثل كأنما جمر داخل المحرك، فيصير عندك نوبات احتراق قبل ما تجي الشرارة، وذلك نوبات يصير عندنا يسمونها مثل الدوغ دوانس، إذا سامعين بالمحركات البنزين، بينما بالديزل تكون شوية أقل أو ما موجودة. هاي تعمل بنظام أو بدورة أوتو، هاي تعمل بدورة الديزل. يعني أظني أنا 10 من عدهن ديزل إن كار أند موتور، استخداماته في المحركات، عفوا بالسيارات، بالموتور سيكلات، هاي هنا تستخدم بالهيفي ديوتي، في الأعمال الثقيلة مثل بالتراك والباسز والمعدات الثقيلة. دائما ستشوفون تقول الجريدر والبلدوزر والقطارات والسفن، كلها تشتغل بمحركات الديزل. أنا اليوم أثبت عليكم، وهنا انهينا محاضرتنا. هاي عندك 13 نقطة أيضا مطلوبة منك، 10 مطلوب منك، 10 نقاط تذكرها. وأيضا هاي بعض الأحيان لو تجيك مقارنة بين comparison، يعني مقارنة comparison بين البترول والديزل انجين، أو تجيك comparison between four stroke and two stroke، وكل الحالتين تذكر لي فقط من الموجود عندك 10 نقاط. واضح؟ لأن هو سؤال يجي عليه 10، كل نقطة تذكرها عليها درجة. وأنا أشكركم، أسمع إذا عندكم أي سؤال أو استفسار، أنا حاضر. من عنده سؤال ما واضح عيد الهياب هاي المسائل، لأن هاي دائما تجي بالامتحان. هذه عليها يعني إذا 4 أسئلة هاي واحدة من الأربعة، إذا الامتحان 4 أسئلة هاي المسائل هي واحدة من الأربعة. انتبه على أنا من خلال ملاحظتي الوحدات يغلط بيها، يعني هنا أنا يقسم على 100، هو من ليم يقسم على 100 يصير 1.1، هاي غلط، كل المسألة حصير غلط، يعني رأسا تقسم عليه. وأيضا هاي مثل ما قلت لكم الدي اللي هي البور، مو هذا، مو ستروك، الستروك اللي هو الال، البور يعني دياميتر، يعني قطر، هذا الدياميتر، أخلي الدي هنا اللي هي البور.
والتربيع لا تنسوه، حطه بين قوسين وتخلي بوينت 10 على المثل، مو تخلي هاي ال 110 وتربعها، تضرب هاي مساحة دائرة يعني هاي معروفة ما بيها كل شيء، وتطبق القانون. أذن ننتبه أيضا دائما الانديكيتد هي أعلاهم، الانديكيتد هي عبارة عن الفريكشن زائد البريك، من ننقل واحد من طرف إلى آخر الإشارة ما تتغير صح لو لا، فهذه حخلوها ببالكم. وهذا خلي الكفاءة الميكانيكية عبارة عن البريك على الانديكيتد مو بالعكس، الأصغر على الأكبر، وتضربها في 100 يعني هنا إذا تتقسم هذا الأصغر على الأكبر راح تطلع لك بوينت 89، تضربها في 100 تصير 89 وتخلي هاي العلامة بالمية. كل وحدة لاحظ أنا خلي وحدات، انتبه تخلي الوحدات من تحط تحل المسائل. أكو سؤال بعد حتى ننتقل لموضوع آخر؟ ماكو سؤال؟ أنتظركم. لا دكتور ماكو. يلا يعني هسه نروح على موضوع آخر حتى نخلص اليوم هاي المحاضرة. هذا النين أيضا نوبات تجيك فرع احكي لي أو شلون تعمل المحرك السيارة أو المحرك احتراق الداخلي. المحركات احتراق الداخلي بها أربع أشواط اللي هو الانتيك ستروك، حفظوها وكتبوها هاي الانتيك ستروك، راح نجي عليها بالتفصيل هسه واحد واحد. ورا الانتيك يعني من منزل مكبس للأسفل ينفتح صمام السحب، هاي ما أخذيته بالأول، هذا يسموه انتيك فالف صمام الدخول، وهذا الاسطوانة هنا داخل، فحيدخلش الخليط هسه حيدخل الى من يصير من ينزل للاسفل شو يصير هنا للضغط؟ يصير اقل من الضغط الجوي، فيندفع او يندفع الخليط الى داخل الاسطوانة، هذا الانتيك ستروك. الكومبريشن ستروك اللي وراها ورا هذا شنو يجي الكومبريشن هذا، طبعا هسه حاجة عليها واحدة واحدة. بالكومبريشن المكبس يصير بيبدي يصعد لأعلى، الصمامات شبيهة يناتن كلوز، لاحظ بالب كلوز، اذا هسه هاي لاحظ بهاي هذه نزلته من الأعلى إلى الأسفل هاي نص دورة للكرين، وصعدت من الأسفل إلى الأعلى هاي نص دورة أخرى لك، فصارت دورة واحدة. إحنا عندنا بس شوطين اللي هو الانتي والكومبريشن. النهاية شوط هنا الكومبريشن، ضغطت هذا الخليط والصمامات مسدودة، من أضغط بالمكبس على هواء من أضغط عليه حيصير احتكاك بين جزيئات الوقود والهواء الموجود، محصور هذا ما يطلع، فترتفع درجة حرارته، وهنا تجي شرارة من تجي شرارة بعدين نهاية شوط الضغط هذه من البلاك راح تحرق الخليط، يصير عندي احتراق اللي هو يسمونه الإجنيشن، هنا راح يجي عندي يصير باور، هنا هو اللي هو شوط القدرة، هو اللي راح يسبب لي الضغط الفعال اللي قلت لكم عليه، راح يضغط هنا على سطح المكبس ويسوي لي القدره اللي نحصل عليها وتروح للكرنك ومن الكرنك للفلاوي. زين هنا صار عندي هسه ورا ما صار احتراق، هنا حيصير احتراق حينزل المكبس مره الاخرى الى الاسفل، فصار عندي نص دوره، فصار دوره ونص، فالغازات الناتجه من الاحتراق لازم اتخلص منها، يصعد مرة أخرى المكبس إلى الأعلى، ينفتح صمام العادم وتخرج الغازات إلى الخارج. هاي هي الدورة مال احتراق في internal combustion engine. intake stroke أول مرة، بعدين compression، بعدين power stroke، والأخير اللي هو exhaust stroke. نجي على هذا هسه اول واحد اللي هو الانتيك ستروك. شباب الانتيك ستروك مش اريد منك هاي من تيجي تشرح لي هذا،
تكتب العفو تكتب الانتيك ستروك، ترسم هذا الرسم رسم مخطط بسيط، ترسم الصمام ينذني، وتخلي ايضا هاي فد علامه او فد علامه اللي هو البليك، او اذا ديزل شو نحط؟ نحط نوزل، ماكو بليك بالديزل. وهذا المكبس ايضا ترسمه وذراع وياه، و يعني رسم مبسط لهذا نرجع بس على هالجزء هذا اللي هو الانتيك سترو. شو تقول لي تبي؟ تقول لي اولا بيستم موف داون، لاحظ يعني البيستم يتحرك الى الاسفل، هاي باول واحد. انتيك فالف اوبن، صح لو لا؟ حتى يدخل الخليط. الاكزوز فالف ايش بيه؟ كلوزد. هاي لازم شروط ال المكبس ال moves from top dead center to bottom dead center. هاي بس تكتب لي هاي، هذا بالشوط الأول اللي هو ال intake stroke. المكسشر ثالث يا هو ثالث واحد ثالث نقطة نكتب هذا إيه؟ هذا باور ستروك شوط القدرة. دكتور لا انت هسه ما قاعد تشرح قد الثالثين. اول وحدة قلنا بيستن موفز فروم، ثالث وحدة مست بيستن موفز فروم توب ديس سنتر من النقطة الميتة العليا تو باتوم ديت سنتر الى النقطة الميتة السفلى. شكرا. هاي هنا انا اخذتوها لو ما اخذتوها؟ ايه اخذناها. ايه فهو يتحرك هذا المجال حركته من التوب ديت سنتر الى ما يقدر يتحرك اكثر. الفراغ اللي يبقى فوقه شو نسميه؟ يعني من يوصل اعلى نقطة واكو يبقى فراغ نسميه الكليرنس فوليوم، اذا تتذكرون من طلعت الكمبريشن ريشيو، هي الحجم المتبقي نسميه الكليرنس فوليوم. التوتال فوليوم هو عبارة عن هسه من تحسب البي اس اللي هو السويبت فوليوم، عبارة عن الستروك هذا في المساحة هاي، يطلع لك الحجم هذا اللي يتحرك من التوب ديس سنتر الى الباتوم ديس سنتر. اول شوط قلنا عليه شوط الانتيك، شو انتيك ستروك. الانتيك ستروك بيستن موف داون فروم توب ديس سنتر تو باتوم ديس سنتر، يعني يتجه للاسفل داون داونورد، اتجاه الحركه داونورد. انتيك فالف اوبن، تقول لي انتيك فالف اوبن، هذا موجود الانتيك فالف اوبن.